الاستعدادات بظروف جيدة الحمد لله. عملية الاستشفاء مرات بشكل جيد، مجموعة وضع جيد من الناحية البدنية، طبعا من الناحية النفسية أتوقع معي أنه المرور لكأس العالم كان ساتيسفاكسيون كبيرة، كاين أريحية ولكن كاين تركيز كبير على مباراة النصف النهائي، لأنه طموح ديال المجموعة كبير، ولا طموحنا الآن نمشيو للنهائي إن شاء الله. فلذلك يعني الفريق إحساسي أنه مستعد بشكل جيد جدا إن شاء الله. طبعا هي الأهداف كانت مقسمة، يعني كهدف أول هو الترشح لكأس العالم، ولكن بعد الترشح طبعا الأهداف خصها تتطور، وهدفنا هو اللعب مباراة نهائي، وعلى هذا الأساس غنحضروا ولا حضرنا المباراة يعني تقريبا بشكل نهائي على بعد يوم من المباراة. طبعا في التحضير ديالنا دائما تناخذوا بعين الاعتبار قيمة المنافس، وكما تفضلتي فالمنتخب المالي منتخب قوي، فأكيد أنه في حساباتنا أننا نلعب على الإمكانيات ديالنا ولا إمكانيات الخصم، احتراما له احتراما لأنفسنا في مباراة ديال كرة القدم، فما غاديش نغيروا أي شيء في طريقة اللعب ديالنا، سوى أنه نعطيه الاحترام اللازم من الناحية التكتيكية للخصم، ونحاولوا نستغلوا فتراتنا الجيدة في المباراة باش نفوزوا بالمباراة. وعلى هذا الأساس المجموعة يعني مجموعة ومتجندة، لأنه ولينا بحال جروب دو ترافاي، دزنا من هدف إلى هدف، والهدف هو الفوز على المالي اللي هو فريق محترم وفريق من أحسن الفرق في الدورة. ليفوري ديال الفرحة ديال التأهل لكأس العالم، لأنه السن ديال اللاعبين يعني من ناحية الكونترول صعب جدا، نتفق معك، ولكن هذا العمل ديال الجهاز الفني، حنا كان من واجبنا أننا نرجعوا الدراري في لوبجيكتيف جديد تخي فيت، فكانت فترة ديال الاحتفال وجيزة جدا ديال بعد المباراة، فمن اليوم الموالي عفوا يعني كان كفاف على المباراة ديال النصف النهائي والاستعداد ليها، واللي تيعرف المجموعة ديالنا تيعرف بأنها مجموعة طموحة ما عندهاش حدود من ناحية الأهداف ديالها، فتحقيق الأهداف دائما تيكون مرحلة تديك لمرحلة أخرى، والمرحلة الجاية عندهم هو محاولة الوصول للمباراة النهائية إن شاء الله، فمن هذا الجانب ما عندناش تخوف كثير يعني. بالنسبة للرسائل ديال الدعم من الوطن، فسؤال هو شكوني ما بعتش رسالة، ماشي السؤال شكوني بعت رسالة، فتلقينا دعم كبير من الجميع تقريبا، من كل الشرائح ديال المجتمع، يعني من العائلات، من الوسط الرياضي، ومن ليليت ديال الفوتبول ناسيونال يعني قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.